أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فقد دار الحديث في اللقاء الماضي على توصيف الله تعالى لأصحاب النشور نشر، وقوله فيهم: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقد بينت أن اهتمام القرآن بوصف الجسد، وصف خشوع البصر، ليس فيه معنى التوقف عند الجسد وعند ملامح الجسد وعند القسمات، وأن الخشوع واقع على هذه الأبصار، وإنما يتحدث كتاب الله عن هذه الأبصار، عن هذه السمات في الجسد، على أساس أنها معبرة وكاشفة وترجمان لشيء في النفوس. فما خشعت هذه الأبصار إلا لإحساس هؤلاء بالهلاك، لأن الإنسان حينما يعيش حياته كلها مكذبا بالنبوة، بالرسالة، بمعنى أنه يكون قد اختار اختيارا وبنى حياته على اختيار خاطئ، وهو هذا الاختيار هو أن هذا الجزاء غير صحيح، هذا البعث غير صحيح، هذا النشر الأجساد غير صحيح، وأن ذلك مستبعد، لأن الإنسان كان يحتكم إلى عقله القاصر الصغير في إبانه. الآن هو يخرج من الأجداث، بمجرد الخروج قبل الحساب، قبل الجزاء، قبل العقوبة، قبل المثوبة، مجرد الخشوع هو في الحقيقة إسقاط لمشروع الإلحاد. أي الملحد ماذا كان يقول؟ لم يكن يقول إنني سوف أحشر ثم أذهب إلى الجنة، بل كان يقول إن إعادة الجسد مستحيلة، إن البعث أمر مستبعد. فبمجرد أن يحشر الإنسان يعلم هذا الإنسان الكافر الذي كان يكذب بالوحي أن كل شيء سقط، وأن مشروعه كله قد ذهب. لأن مشروع الكافر والملحد ما هو؟ هو قائم على نقطة أساس، وهي أن البعث ليس صحيحا، أن الأجساد لا تبعث مرة أخرى، أن الجسم إذا صار رمة وتناثر في التراب وتحلل لا يمكن أن يعاد. ودائما كان يرى نفسه هو المقياس، أي كل ما عند الملحد هو هذا، هو هذه النقطة الجزئية. لو أنه آمن بالجزاء والحشر والنشر لاستعد لذلك، ولكن حينما هو أسس كل منظوره، كل مشروعه قائم على أساس أن الموت نهاية كل شيء، هو الآن يبعث. فالمشكلة بالنسبة إليه هي في البعث نفسه، قبل أن يحاسب، قبل أن يوقف بين يدي الله، قبل أن يعاتب، قبل أن يعاقب، قبل أن يزج به في النار، تكون المشكلة قد بدأت، معنى القضية بالنسبة إليه انتهت، أي كان لا يعتقد الجزاء والنشور، فهو الآن يجد نفسه يخرج من القبر ويقف في هذا الصعيد قبل المحاسبة، قبل المعاقبة، يشعر بأن كل شيء قد سقط، وأن مشروعه أفلس، وأن ما كان يعتقده كان خاطئاً، وأن الجزاء فعلا حق، وبالتالي فهو يتوقع أسوأ العواقب، أسوأ النتائج. لاحظوا أن الله تعالى يتحدث عن هذه المظاهر، مظاهر الخوف قبل المحاسبة. هذا مجرد خروج الناس من القبور يخرج هؤلاء الذين يخرجون خش عن أبصارهم، سنرى أنهم يخرجون مهطعين إلى الداعي، سنرى أنهم يخرجون وفي قلوبهم خوف وهلع. لماذا؟ لأن الأمر انحسم لديهم، انتهى الأمر وانحسم واتضح كل شيء بمجرد البعث.
أما ما بعد ذلك فهو متوقع، سيتوقعون الأسوأ، يتوقعون كل أنواع العقوبة، لأن الأصل الذي أقاموا عليه فكرهم وهو أنه لا جزاء ولا عقاب ولا نشور قد سقط ذلك بمجرد أن يخرجوا من القبر. فهمتوا لذلك ترون أن الحساب عندهم معجل، حساب عندهم معجل. والله تعالى يريد للعباد أن يعطيهم أمورا تستبق أو سابقة للحساب والجزاء والعقاب. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النفس قبل أن تغادر هذه الحياة تعرف المآل والمصير، وأن الجنازة جنازة، أن الميت إذا مات فإن كانت الجنازة جنازة مؤمن فرحت، وإذا احتملها الرجال على أعناقهم كما ورد في الحديث الشريف فإنها تقول أسرعوا بي أسرعوا بي. جنازة المؤمن إذا احتملها الناس لا تريد الإبطاء، لا تريد التأخير، بل تقول أسرعوا بي أسرعوا بي، لأنها تعرف أنها ذاهبة إلى ضيافة إله كريم رحيم. ولأن ذلك يتبين لهم، يتبين قبل مغادرة هذه الحياة الدنيا. أما إذا كانت الجنازة جنازة كافر ملحد غير مؤمن فإنها حينما يحتملها الناس على أعناقهم تقول كما ورد في الحديث ويلها أين تذهبون بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتعجيل بدفن الجنازة، فإن كانت جنازة مؤمن فإنها تساق إلى مصير إلى جزاء خير، وإن كانت جنازة إنسان من أهل النار والعياذ بالله فشرا تضعونه عن رقابكم كما ورد في حديث. أي إذا كانت جنازة جنازة إنسان هو ينتظر النار، فإن مجرد ما أن تنزلوه من 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 الأعناق فهو شر تضعونه عن أعناقهم، إما أنكم تعجلون بالجنازة إلى مصير حسن وإلى ضيافة الله فعجلوا بها لأنها هي مشتاقة إلى لقاء الله، وإما أن تكون الجنازة جنازة كافر فذلك شر تضعونه عن أعناقكم وعن رقاب. هذه أمور تتجلى في قبل النشور، يعرف الناس أن هذا واقع ليتأكدوا منه، وقبل هذا وذاك يعرف الناس من خلال البصيرة أن هنالك فعلا جزاء له أثره في الحياة الدنيا، بمعنى أننا حينما نعيش بهذا الإسلام ونعرف أننا نطبق هذا الإسلام كما يجب التطبيق فإن الله يكرم الأمة التي تعيش به كرامات كثيرة، فتعرف أنها من أثار الإسلام، لا يمكن أن يغفل هذه الأشياء إلا إنسان مطموس البصيرة. أي في أي قطاع تجرب الإسلام تلاحظ أنك تعيش بنعمة الإسلام، ببركة الإسلام، برحمة الإسلام تعيش. أنتم ترون أن الناس حينما طبقوا الإسلام في تعاملاتهم التجارية خافوا من الحرام وخافوا من الربا وخافوا من أكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك، كان هذا سبباً في توسع الأرزاق، سبباً في أن الناس يأمن بعضهم على بعض ويقرض بعضهم بعضاً ويشارك بعضهم بعضاً فتعم المنفعة. لكن حينما يأتي الآخر، الفهم الآخر الذي هو السطو والنهب والسرقة والاحتيال، ويصير الإنسان ولو كان في ظاهر الأمر متديناً يعتبر أن استيلاءه على أموال الناس يبيح له كل شيء، فإن هذا الإحساس وهذا الشعور من شأنه أن تتوقف به الحياة، فلا الذي تقرضه يرد لك ما أقرضته، ولا الذي شاركته ينصحك ويصدقك في الشركة،
ولا الذي أعنته يستعمل ذلك في حلاله، وبالتالي فيصير الأمر متوقف. أي بعد مرات تلاحظون أن الحياة تتوقف، تلاحظوا حياة تتوقف، لا تستطيع أن تفعل شيئا. يأتيك الإنسان ويستنجد بك ويقول بأنني مريض وأنني فتذهب معه يمكن بعيدا، في منتصف الطريق أو بعد ربما فوات الأوان تكتشف أن كل شيء كان كذبا. قد يقع لك هذا مرة ومرتين أو ثلاث، وفي نهاية المطاف تقول إنني ربما أؤدي أعمال المغفلين. لما نفتح هذه الأبواب التي من شأنها أن تعطي ربما بعض الناس فرصا جزئية ولكنها تغلق أبواب الخير؟ لاحظوا أنه ما من خير الآن انقطع إلا سببه معصية، ما من خير انقطع إلا سببه معصية. الآن حتى بالنسبة للأغيار الأوروبيون يعرفون، كانوا يظنون أن المسلمين لا يكذبون، فكانت أمور كثيرة معجلة. لكن حينما أصبح الناس يرون، الأوروبيون يرون أن الرجل يتزوج ثم بعد مدة يقول بأنه طلق زوجته، وأن في كل زواج أن كل زواج أو معظم الزواجات يعقبها الطلاق، فقال الناس إن هؤلاء لا يتزوجون وإنما يتاجرون. إلى متى نسجد لهذا المال، هذا الصنم الذي داس كل القيم؟ فهذا يتزوج زواجا صوريا، يمكن أن يكون قد أنقذ نفسه مرة، هو لم يكن متزوجا، كانت هذه صفقة بين رجل وامرأة على أساس أنه زواج صوري ويعطي مبلغا وتقبل المرأة، ولكن حينما يتكرر الأمر مرة ومرتين لابد أن يستلفت الآخرين ليقولوا إن هؤلاء المسلمين يكذبون. فيما بعد تأتي قوانين تمنع على حتى على الذين يريدون أن يتزوجوا بصدق، تمنع عليهم هذا الباب، لأن الذين أغلقوه بكثرة الكذب. فهذا خير منع بالكذب، هذه شهادة كانت تعطى، كان الناس يثقون بأن شهادة المرض هي شهادة فعلا، ولكن حينما كثرت في الناس أمراضهم وأن جميع المسلمين مرضى، قال الغربيون إن هؤلاء المسلمين لا يفعلون إلا أنهم يزورون هذه الشهادات، وأنهم يذهبون إلى بلادهم ويشتغلون ويزعمون أنهم مرضى وأنهم في الفراش. لا تلاحظون كيف لذلك الحياة كلها تنقلب علينا بسبب إيش؟ بسبب أن الإسلام حينما يترك تحل بعده مباشرة الأزمة والضائقة المالية والاقتصادية. لاحظوا في كل الأشياء، في أمر نلاحظه الآن، نحن في هذا المسجد حضر الناس احتفالا في هذا اليوم بتخرج فتيات من حافظات القرآن الكريم، حضر المسجد في المسجد مجموعة من الناس، من الطلبة، من الضيوف، من الجيران، حضر الجميع وعاشوا ساعات مع هؤلاء الطلبة والطالبات. في كل ذلك لم يكن هناك حارس واحد، لم يستدعى شرطي ليضمن الأمن، كل الناس حضروا بأدب وباحترام وعاشوا تلك المدة وخرجوا ودعوا الله في هذا المسجد، وهذا يقع في كثير في الأعراس الإسلامية أيضا يقع هذا. ولكن حينما تريد أن ترى الصورة الأخرى، تقام أعراس إسلامية مباشرة، أنا أقول لكم أعراس غير إسلامية، أعراس الأخرى مباشرة تذهب إلى المستعجلات، إذا بغيت تشوف الأعراس لنا روح للمستعجلات عن 12 تعليل، هذا قد ضربت رأسه، هذا قد كسر دماغه، هذا ضرب بقنينة زجاج، هذا ضرب أفواج تأتي. لاحظوا هذا، ذهبوا إلى بعض المرات تشوفوا شنو يبقى، هل هذه حرب أم هذه أعراس؟ وتقام مهرجانات كبيرة فيكون الرعب هو الأصل، بمعنى أن كل يخاف من السكر ومن العربدة ومن لماذا؟ لأنها لقاءات ليست منضبطة بضوابط الشرع، وبالتالي فالكل طاغ وهائج ومائج ومخدر وسكران، وبالتالي فتصير هذه مأساة. ما المهرجانات التي تقع الآن؟ إذن نقول إن الإسلام في كل جزئية ترك
إلا ويعقب ذلك الخسارة الفادحة. ونقول هذه قاعدة عمموها في كل شيء، ما وقعت لنا أزمة في شيء من الأشياء إلا بسبب تركنا للإسلام، ومع ذلك يسأل الناس عن الإسلام وأهمية الإسلام وقيمة الإسلام، ولماذا ندخل الإسلام في الحياة، ولماذا ندخله في السياسة. يجب أن يدخل الإسلام في السياسة، يجب. كيف نجعل الإنسان نزيها في السياسة؟ هل نحن نشتكي من بيع الضمائر والأصوات وشراء الأصوات ونقول إن الإسلام يجب أن يبقى بعيدا؟ نحن الآن نشكو، فكيف العلاج؟ كل الوسائل لا تعالج. هل تستطيع أن تتابع جميع الناس وأن تتابع هواتف جميع الناس وتعرف الصفقات؟ وإذاك الجميع يبكي والجميع يمارس هذه الأشياء. هذا الذي قيل فيه إنه كان يعظ الناس، وذكرت لكم هذا وبعض ما تستعمله بعض الصحف، تستعمله بعض الصحف، كان يعظ الناس وله مصحف بجواره ويعظ الناس والناس يبكون بكاء شديدا، بعد ذلك التفت فوجد أن المصحف قد سرق طار، قال كلكم يبكي، كلكم يبكي أمامي، ولكن من سرق المصحف؟ كلكم تبكي ولكن المصحف ما بقاش، المكان هو هذا، كلكم مصحف مشى طار. فنفس الأمر، الكل يتحدث عن كذا وعن الفساد وأنه يجب ويجب ويجب، ولكن الكل يتورط فيه حينما يحتاج ذلك ويتوقف عليه. فهو هذه نفسها صارت سلعة، بضاعة إدانة الفساد لممارسة الفساد، إدانة الفساد لممارسة الفساد. ولكن الأمر الصحيح هو الصواب هو أن يكون ترك الفساد تدينا، خوفا من الله وخوفا من عقوبته، وحينئذ سنرى النتائج، ستصلح لك ديننا ودنيانا. إذن فلا شيء يستغني عن الإسلام، لا الاقتصاد يستغني عن الإسلام، ولا السياسة تستغني عن الإسلام، ولا الرياضات تستغني عن الإسلام، ولا الترفيه يستغني عن الإسلام، والإنسان محتاج للإسلام في كل حال. بمعنى أن ما أعده الله للكافرين وما أعده الله للمؤمنين يمكن أن ترى تباشيره وعلاماته ومؤشراته في الحياة الدنيا. إذن لن يكون المجتمع المسلم كالمجتمع الكافر مطلقا، لن يكون. وإذا رأيتم خللا، وإذا رأيتم ترديا، وإذا رأيتم تراجعا وانتكاسا، فلأن الإسلام لم يطبق بعده. دعنا من الذين يتحدثون عن الكلام المزايد، نحن مسلمون ونحن كلنا نتحدث عن الفساد، كيف نقول نحن مسلمون بمعنى الصحيح للإسلام وكلنا في نفس الوقت يقول إن الفساد قائم في امتحانات والفساد في كذا وفي انتخابات وفي الصفقات التجارية وفي المشاريع وفي المقاولات إذ ما ترك الناس مكانا أو مجالا إلا قالوا إن فيه فسادا، وفي نفس الوقت لا يقبل أحد فيما يقول إن الإسلام ليس مطبقا. الإسلام هو هذا، أنتم الذين توصفون بأنكم متطرفون ومتزمتون ما أنتم تقولون بأن لما تتحدث عن الفساد فأنت تتحدث عن الحاجة إلى الإسلام، لما تتحدث عن الخلل لا يمكن أن تقول إن الخلل قائم والإسلام قائم مطلقا. كيف يجتمع الخلل والإسلام معا؟ إذن لابد أن هنالك خللا، لابد أن هنالك نقصا، فإما أن الإسلام ليس مطبقا بتطبيقا جيدا أن يؤخذ منه جانب طقوسي فقط، وإما أن يكون هذا، وإما أن نكون في حالة غير معقولة، وهي أن نتصور أن الإسلام اجتمع مع هذا الفساد وهذا الخلل. لابد أن هنالك شيء يجب أن يغير ويعدل، وطبعا التغيير والتعديل هو تحقيق معنى الإسلام في حياة الناس وتعميم مفهوم الإسلام الناس، و در أن يكون بعض الناس بعيدا أو معفوا عنه ليفعل ما يشاء خارج دائرة الإسلام. هذا هو الأدول الأمر. إذن قلت لهذا السبب، لهذه الإشارات التي يعطيها الله تعالى للناس يشعر الناس بمصائرهم. حتى الإنسان الآن استطع الإنسان الآن يعرف، ما يغلطش على ذلك الغلطة الكبيرة، تكون واحد الأمة كلها مهزوزة منحطة وفي نفس الوقت ما زال ما عرفش المصير ديالها في الآخرة شنو. لا، فحينما تعرف
تريد أن تعرف المصير لا تمكن أن تعرفه من خلال ما تحقق لك، كيف تعيش الإسلام وكيف تمارسه في حياتك الدنيا وكيف يظلم الناس بعضهم بعض. ليعرف الناس كيف الظلم بزاف، إذن معنا المجتمع يجب أن ينتظر أن هذا جزاء الظلم سيكون أيضا في الآخرة، بما أن الظلم في الدنيا كبير وأن الناس يظلم بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض ويجور بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، إيه وشنو النتيجة لهم من ناحية الآخرة؟ غادي تكون آخرة مزيانة زعما مزيانة، تبعا لهذا سيكون الآخر الوضع في الآخرة سيكون على هذا، سيحاسب المجرمون والآثمون والظالمون والقتلة وكل هؤلاء الذين يشكلون عناصر الفساد وأركان الفساد، هم الذين ستكون مصائرهم على هذا النحو. إذن فالفكرة أظن أنها اتضحت بأن هذا الموقف هو دال على تقريبا هي بداية الحساب، بداية دانس الحساب، ما خرج ما وقف كان ينكر الآخرة، فإذا الآن هو يجد نفسه يخرج من الأجداد خشع عن أبصاره، كما قلت الخشوع في البصر هو دليل على الخشوع والخوف الذي وقع في الضمير، لأن الإنسان فعلا طاشت سهامه وذهبت كل أحلامه وذهبت كل فلذلك يتملكه خوف كبير، لأنه يعرف أنه أساء إلى في تصرفه في الحياة الدنيا، وأنه كذب الخالق، وأنه الآن في باب وموقف وموقف مجازات. إذن هذا الوصف كما قلت لهذا السبب، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هؤلاء الذين يتحدث عنهم الله تعالى وهم خشع عن أبصار، كأن الخشوع بصر سابق، أي بمجرد أن يخرجوا من الأرض يخرجون على هذه الصورة، خشع عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، والجدث هو القبر، والثاء في هذا قد تغير بالفاء فيقال الجدث والجدف بمعنى واحد. هؤلاء الآن يخرجون من الأجداث ويصفهم الله كأنهم جراد منتشر. الجراد هذه دويبة وحشرة معروفة، حيوان من الحيوانات مذكورة في كتاب الله عز وجل على أساس أنها جند من جنود الله تعالى يرسله على في حالات يرسله على أمم طغت، والله تعالى أرسل على آل فرعون أو لفرعون الجرادة والقملة والضفادع والدم آيات فصلات، فالجراد أرسل على هؤلاء. الجراد هو هذا الحيوان الذي تعرفونه، وميزته أو سمته أنه يقضي على كل أسباب الرزق بالنسبة للإنسان، ليس وجوده هو الضار، لأن الحشرات الموجودة كثيرة جدا، قد يكون هناك ذباب وقد يكون هناك بعوض وقد، لكن وجود بعض الحشرات يصير مؤذيا بسبب أنها تقوم بأعمال من شأنها أنها تضايق حياة الإنسان، فهذا الجراد يلتهم كثيرا ويأتي على النباتات، فقد يقع في ليلة على شجرة من الأشجار فيأكلها أكلا كاملا، فلا يترك عليها أي حينما يقوم من الصباح لا يترك عليه شيء من آثار الحياة، كل يأكل بنهم ويأكل أكثر من حجمه، فكأنه آلة لاستئصال مظاهر الحياة على الأرض، لأن يعني الأكل قد يكون أكلا عاديا كما تأكل بعض الطيور وبعض الأشياء التي تعيش الإنسان، هي تضايق الإنسان لكنها مع ذلك لا تحاربه في غذائه. هناك حشرات كثيرة وطيور الإنسان يحاول أن يحتال عليها، يحاول أن يستعمل ضد بعضها المبيدات، قد يغفل البعض لا يعالجه معالجة كافية، المهم أنه يأكل ويبقي ها؟ لكن الجراد كما تعرفون لا يبقي ولا يذر. هذا الفعل منه أي الجراد يقال أنه أصل، لعله هو أصل فعل جرد،
الجراد اسم لحيوان، لعله أصل أو منه اشتق فعل وهو جرد، وجرد بمعنى أزال الشيء، أزال أو مسح الشيء، فتقول أرض جرداء. لاحظوا جيم الراد يلد جراد، جرداء أو أديم أجرد هو الذي ليس فيه نبات. أنت إذا خرجت إلى أرض وجدت فيها خصوبة وخضرة فهذه أرض مخضرة، وإذا خرجت إلى أرض قاحلة تقول هذه أرض جرداء، بمعنى أنه أن الفعل يشير إلى معنى الجراد، كأن الجراد إذا نزل محا كل مظاهر الحياة عليها. وتقول العرب فرس أجرد، والفرس الأجرد هو الذي قل شعره والذي ليس له شعر طويل، والفرس الأجرد قلت ليس له شعر طويل ولا يمكن أن يمسك به، فهو عسير في 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 القيادة، خصوصا إذا كان الإنسان يعروري أي يلبسه يركبه عاريا، فهذا معنى يعروري ظهور المسالك أي يركبها عارية بلا سرج بلا إعداد. فهذا من استعمالات العرب. وتقول العرب هذا جرد قطيفة أي قطيفة مجرودة، هذا جرد قطيفة، اشتريت جرد قطيفة أي قطيفة، تعرفون أن القطيفة في طبيعتها يكون لها خمائل ويكون لها نوع من الليونة فوق، هذه القطيفة إذا أنت استعملتها كثيرا، هناك من يشتري قطيفة ليجلس عليها مثلا فراش أو كذا، فيكثر على الاستعمال، بكثرة الاستعمال وبالبلا تزول تلك الليونة من القطيفة، فتصير القطيفة كأنما صارت ثوبا عاديا، فتقال هذا جرد قطيفة أي قطيفة مجرودة، هذا قطيفة مجرودة. والمتجرد، المتجرد هو الجسم، جسم الإنسان يسمى المتجرد، أي كأن الإنسان حينما يريد أن يسمي جسده أي جسد أو معنى الجسد هو أن لا يكون عليه ثوب. أنت الآن لست جسدا فقط، أنت جسد وثوب، لكن الجسد منك هو ذلك الذي ليس فيه ثوب، أي اللحم الإنساني خاصة هو جسده، هو متجرده، كأننا نشير إلى إلغاء أو إزالة الثوب عنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، في كتب الشمائل كان صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد أي أنور الجسد، جسده عليه السلام كان أنور، كان بهيا وكان جميلا، كان أنور المتجرد. وهذا المتجرد هو اسم للجسم، لجسم الإنسان يسمى متجرد، كأنك تشير إلى أن هذا الثوب ليس منه، ليس من حقيقة الإنسان ثوبه ولا قبعته، بل هو الثوب وهو جسد خالص يسمى المتجرد. وفي العرب تقول العرب جرد الإنسان، جرد الإنسان إذا هو أصيب بشيء من البثور من أكل الجراد، ربما يأكل الإنسان الجراد بكثرة والناس يأكلونه في الصحراء، فإذا أكثروا منه فإن الإنسان الذي يأكل منه كثيرا يقال فيه قد يقع له بثور حبيبات، هذه آثار من أو علامات من عسر تعامل الكبد مع هذه المادة، فتقع هذه الحبيبات على الجسم فيقال جرد الإنسان أي ظهرت فيه هذه البثور بسبب أكله الجراد. وتلاحظون أن هذه المادة استطاعت العرب أن تستنبط منها مجموعة كبيرة من الدلالات، والأصل في هذا كله كما يرى بعض العلماء هو الجراد، أي الجراد، فهذه كلها تنظر إلى معنى الجراد، وأنتم تلاحظون أن فيها
معنى الإزالة والاستئصال. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جردوا القرآن، جردوا القرآن. أي لما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكانوا يكتبون القرآن قال لهم جردوا القرآن، أي لا تكتبوا معه شيئا آخر. أي الكتابة مأمور بها أن يكتب الناس القرآن، ولكن نهوا أن يكتبوا مع القرآن شيئا في الهامش أو بين السطور، لأن الذي يأتي فيما بعد لا يعرف إن كان المزيد من القرآن أم ليس من القرآن. لاحظوا هذا. الآن لما يتحدث علماء الأديان والباحثون في النصوص الدينية القديمة يجدون أن مثل الإنجيل في أن بعض الأناجيل فيها كلام غريب جدا، أن الناس في واقعة من الوقائع خرجوا من القبور وأنهم مشوا وأنهم تكلموا وكذا وكذا وكذا. هذا الأمر ليس من مما يقع في الدنيا بالتأكيد، إذا وقع لعيسى عليه السلام فيقع في باب المعجزة، أما أن يقع للناس أن يقوم من القبور وكذا وكذا فهذا ليس من سنة الله في الكون. فحينما كان بعض المسيحيين يقدموا هذا الكتاب لقومهم يقولون هذا الكلام وإن وجدتموه في الإنجيل فلا شك أن هذا الكلام كان في الحاشية، أي أن الذين كتبوا الأناجيل من رجال الكنيسة كتبوا هذا، ثم مع مدة ومع طول الزمن دخلت الحاشية في الصلب، فدخلت الحاشية، ما كان في الحاشية دخل في صلب الكتاب. يقول أحد العلماء الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: ولعل كثيرا مما في الصلب كان في الحاشية، ولعل كثيرا مما هو الآن في الصلب كان في الحاشية. بمعنى أنه إذا أصبح أمامك هذا الاحتمال أن هذا الكتاب يمكن أن يكون بعضه في الحاشية أي من كلام البشر، فقد تطرق إليه الشك وأصبح كثير مما هو الآن في صلب الكتاب ممكن أن يكون في الحاشية. فلذلك كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم سابقا وقال للصحابة جردوا القرآن، لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي لا تكتبوا عني في مرحلة من المراحل، ثم أذن للصحابة أن يكتبوا فيما بعد، ولكن في جميع الأحوال لم يكونوا يكتبون في صحيفة واحدة، لا يخلطون بين القرآن والسنة أو الحديث في صحيفة واحدة. لذلك ظل الكتاب الأوائل أوفياء، فكتبوا القرآن بمحو ما وجدوه في الأصول، في الأصول التي أخذوها من الصحابة. والغريب أن العرب لم تكن تعرف إعجاما، إعجام الشكل ولا إعجام النقط، أي حينما تأخذ الكلمة ينتهي فأنت تضع نقطتين تحت الياء ونقطة واحدة فوق النون وتاء واحدة وياءين ونقطتين تحت الياء لتميز الحروف كيف هي، ولكن حينما تكون تكتبها أنت بلا نقط بلا إعجام هذا شيء كبير جدا، أي ينتهي تكتبها ما تديش الحرف لا نقطة هنا ولا الفوق ولا تزيل، هنا يقول الإعجام، أعجم بمعنى أزال العجمة، أعجم أزال العجمة عنه. فهذه الكلمة لا تستطيع أن تقرأها، ونحن الآن لا نستطيع أن نقرأها بهذه، ولكن الناس كانوا يستطيعون قراءتها. وبعد الناس يقولوا قد يقد، مثلا زينب زينت زينب
هذا زينت زينب، ما تكتبها بلا شنو الفرق بينها هنا؟ غير حروف. وإذا كان دائما كان الأوروبيون يقول نحن نضع النقاط فوق، نحن نقولها نقول وما الآن كانوا يقولوا يضعوا ماشي تفوق للحروف، وما يقول غير إي مات لي بوا سور لي زي، لأن غير إي اللي عندهم فيها كذا، وكان جي تاي كانوا يديروا مات لي بوا سور لي زي، نترجمها نقول نحن نضع النقاط واللي تحتها ما تديرش، لأن تعلمنا نقول أشياء ب أنت كنت كل علم العربية تضع النقاط فوق الحروف والأكثر تحتها الباء والياء والجيم، ها النقاط فوق لك. احنا هذه السرقات البليدة، السرقات البليدة. احنا نقول مات لي بوزي لوزي، احنا قلنا نضع النقاط زعما بغينا نترجموها، قلنا نضع النقاط فوق الحروف، واللي بقات اللي عندها النقاط لتحت ما بقات ما درناش النقاط، لان الاوروبيين ما عندهمش النقاط. هكايا بعض الناس يفكروا لو كان داروا النقاط تحت الحروف الاوروبيين تحنا نديروا، بما انهم ما داروش تحنا ما نديروش. هذا هو الابتكار. ونقول للمسلمين انتم مقلدون، كي نكملوا نقول للمسلمين والعلماء انتم غير تقلدون، ما احنا ماشي انت ما تقلد، يقلد الانسان بغباء، ها هذا تقليد، هذا تقليد ليس له واقع اصلا. على كل حال، فالاعجام كما قلت هو وضع الحروف النقاط في الحروف فوقها وتحتها من أجل إزالة عجمتها. هذا الإعجام من هذا النوع والنقط الذي هو آخر للشكل ووضع مثلا الضمة، أي أنك إذا قلت أو تضع إشارة كأنك ترسم الفم، أو ترسم فم مفتوحا هي أو ها، وتطيلها فتضيف لها ذيلا الواو ها، وتكسر ها، وتكسر فمك اي فتضعها تحت الحرف، تكسرها في فمك وتكسرها، اي انك لا تضعها فوق الحرف وانما تضعها فكانك تصور حركات الفم. هذا ايضا شيء اخر. هذا الذي ذكرت لكم لم يفعله الكتاب الأوائل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جردوا القرآن، وإنما احتاج الناس إليه في مدة متأخرة، وكتب أو نقط نصر بن عاصم المصحف لأنه كان لأن في ذلك تيسيرا. وهذا النقط ما كانش كلام زائد، أي ما في شيء في 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 لغة في قرآننا لم نضف كلمة من عندنا، وإنما أضفنا علامات للقراءة، علامات أي النقطة والفوق والتحت أو الضمة أو كذا أو الشدة، هذه علامات للقراءة. ولكن ليس معنى ذلك أن العرب أن بإمكان الكتاب أن يضيفوا كلمة، ما ضافوش كلمات أبدا. ولذلك ظلوا مع ذلك في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جردوا القرآن، فبقي القرآن مع ذلك مجردا، أي ولو أننا أضفنا إليه هذه ليس ذلك من مسيئا إلى هذا، أو ليس ذلك خروج إلى معنى الحديث جردوا القرآن. ووضع الناس فيما بعد في المصاحف علامات فارقة بين السورة والسورة، فأنتم ترون حينما تقرؤون السورة ترون بيان للسورة، سورة كذا، سورة العلاق مكية، عدد آياتها كذا. هذا كله ليس من القرآن، هذه وضعها الكتاب لتعريف الناس بالسورة كيف تسمى. فأنت الآن لو أنك لم تكن لنا سورة العلاق، أي هذه تسمية العلاق وإقراء أو كذا، لاحظنا في بعض المرات أن حتى تسميتها في بعض المرات قد تكون توقيفية فلا يختلف فيها، سورة الإخلاص مثلا، وقد تكون مما يصطلح عليه الفقهاء والعلماء وتسمك، وقد يجد للسورة أكثر من اسم. لكننا في المصحف نكتب في الأول أو في الأعلى سورة كذا، هل نعتبر أن كلمة قولهم سورة كذا على الصفحة أنه إضافة في القرآن؟ لا، هذا تيسير فقط. إذا وضعنا الآن ما بين السورة والسورة حينما تنتهي السورة مثلا، نبدأ بسورة جديدة فنضع في سورة كذا
مكية عدد آياتها كذا، هل يعتبر هذا مما يعتبر زيادة في القرآن؟ وش زيادة ولا مش زيادة؟ مش زيادة، لأن الناس كلهم يعرفون بأنهم زيادة. وذلك بعض المرات إذا قال إنسان بل أنت تجري مشكلة، أحدهم يقرأ ويقرأ قل صدق الله، مثلا يقول صدق الله العظيم، وقول استاذ ما تقول الناس صدق العظيم ركزت في القرآن، شو مشكلة شو واحد يقول صدق العظيم أنا زايدة في القرآن؟ الله يهديك أنت تاني. الناس يعرفون صدق الله العظيم حال بداية السورة مكية آياتها كذا وكذا، لأن كما معناه ما ننظر إلى الأشياء كما تعمل مع الناس، فقد يقول الناس صدق الله العظيم فلا نثرب عليهم ولا نحملهم على أساس أنهم ابتعدوا عن المنهج وأنهم أساءوا إلى القرآن لم قالوا صدق الله. فلذلك إذا قرأ القارئ وقال في نهاية المطاف صدق الله العظيم، كما لو كتبنا في أول السورة سورة القلم أو سورة اقرأ أو سورة مريم مثلا، تماما من كتب فوق سورة المصحف سورة مريم لا يقال له بأن هذا أضفت إلى القرآن ما ليس فيه، ومن كتب بين السورة والسورة معلومات مثل سورة كذا آياتها كذا وعددها كذا، فهذا طبعا لأن الآيات والعدد هي نفسها مختلف فيها، هل هي بالعد المدنية أو العد المكية أو العد البصرية أو العد الكوفية، هي نفسها مختلف فيها، ولكن الناس يضعونها للتسهيل للتيسير. وحينما نضع في نهاية المصحف مثلا جردا بأسماء السور وعدد مثلا ما تفشي السور المصحف وجبر فيها سورة تبدأ بالأولى الفاتحة سورة البقرة صفحات كذا كذا سورة، هل نعتبر أن هذا زيادة في المصحف؟ أيوة نقول أسلي ما تدريش لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسهل على الناس، يعني تقول سورة كذا فيمشي الإنسان في الأخير خصوصا إذا لم يكن يعرفها القرآن يمشي له ويسهلوا عليه، وإلا غادي عمره ما يهتم، غادي يدير واحد مصحف ما تدير له اسمية السورة ما تدير السورة الفوق ما تدير لائحة المحتويات، كيف يصل هذا الإنسان؟ ها؟ ما يستطيعش يوصل، وخا يكون طالب قاعد فقيه فلا بد أن تذكر له سورة التغابن سورة مثلا كذا فيرجع إليها ويقرأها مثلا هذا كله ماشي إضافات، الإضافات هو كلام يضاف أو تفسير أو شيء من هذا القبيل يوضع مثلا على الهامش أو كذا، إذا كتبت في الهامش سجدة أو كتبت في حزم أو ثمن أو ربع هذه أشياء ميسرة بحال صدق الله بحال صدق العظيم، ما يبقاش الإنسان يتشدد فيها بزاف على أساس أنه وإلا غادي نقلعوا كل شيء، خصنا نقلعوا كل شيء سنقولوا كل شيء، لأن كل شيء ما كانش هذا الشيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش مكتوب فيه السجدة، ولكن كانت صحابة كتب، ولكن أشياء وقعت فيما بعد وجاء الوقف ديال الأئمة. وعلى كل حال الأمر ليس هذا مشي مشكلة، هذا مشي هو المشكلة، المشكلة لا يقرأ القرآن، المشكلة أن يهدر الناس الآن ما مش القرآن تقرأ ولا ما تقرأش ولا داروه ولا ما داروش ويسوون غير يعني. مثلا بعض مرات الآن شوفوا في بعض وسائل يعني تقول كل مسلم ما نعرفش زعما فايقين حتى تم ناعسين، بعض مرات يكون بعض الإذاعات خصوصا الإذاعات الجهوية تبدأ بالقرآن، ها تبدأ بالقرآن ومن بعد يجي واحد سميتو بلا واحد يدير واحد يلفو ويدورو ومن بعد يقولوا صافي احنا قعدنا ديك القرآن ما بقاش تقرا، الناس ما يفيقوش بلي القرآن مشى، هذيك ماشي بدعة ماشي لا موافقوا غير الحاجة اللي يقولوا قالها لا أبدا، أن هذيك أكبر بدعة أن القرآن يغيب فيها، أكبر خطر على الأمة أن القرآن يغيب فيها، ها؟ لما يقول لك واحد الإنسان قرأوا بالتبرك آيات بينات من ديك كذا، معناها شكون التبرك؟ شو قالك حنا قلنا علاش نقرأوا التبرك ولا لا؟ شكون اللي قال لك؟ نقرأوا مثلا في يقدم لك واحد كذا آيات بينات من كذا للتبرك مثلا أو الشهادة، ما قلناش للتبرك احنا الله يخليك، ما قلناش كتقولنا كيديروا القرآن يقرأ لأشياء كثيرة للتبركي وللتأملي وللتدبري وللتنفيذي لا غير التبرك صافي حدك تما التبرك ولا تزيد شيء، هذاك علاش شفت كلمة قالك نقرأه تيمونا أو تبركا بآيات بينات من لا شكون اللي قال لكم هذاك هو التبرك؟ جزء مما جزء البركة في القرآن حاصلة، ولكن جزء مما يتعامل به المسلمون احنا نتعامل به أشياء كثيرة، ها قرأ غير تبركم زبرة ما تخافوا شيء، لما نقول لكم لا تطبقوه ولا تشعر ما تقولنا لا تبرك، قرأ القرآن وسكت، قرأ وسكت لأن بعض الأشياء تجي هي في حقيقة إيحاءات مع المدة واللي هي الأصل، القرآن لا يقرأ إلا للتبرك، ختم
نختموا به البرامج ونبدأ به البرامج والتبرك صافي. وهذا خطأ كبير، لأن هذا توجيه. نقرأ القرآن الكريم ونسكتوا، ما نقولوا لا تبرك ولا غير التبرك، لأن كل واحد يقرأ، كل راه يقرأ للغة وراه يقرأ منه الإعراب، واحد يخرج منه الفقه وواحد يخرج. تخلي عليك أنت هذا الشيء التبرك، خليه يقول قرأ القرآن، سمعوا القرآن وخليه هو يدبر إيش يدير. وهذه طبعا أشياء ربما مع المدى الزمني يمكن يشرحوا يفهموا بها. إذا فجرد القرآن كما قلت هو المراد منه، عدم إضافة نصوص إلى القرآن، كلام بشري أو فهوم أشبه، لأن شأن ذلك أن يدخل في القرآن. أما ما لا يمكن أن يدخل فيه ويعرف مكانه بأنه فواصل كذا، فهذا الأمر واضح، الأمر واضح. هذه ما تفيدنا هذه الكلمة، كلمة الجيم والراء والدال التي تعود إلى هذه المعاني، معاني هذا الجراد استعملت العرب بمعنى، أو جرادة بمعنى القلة. العرب كانت تقول تمرة خير من جرادة، مثل عربي، تمرة خير من جرادة، تمرة تأكلها حسن من جرادة، لأنها جرادة من هزيلة لا تغنيك لا تشبعك، ولكن تمرة خير من، هذا من أمثال العربية، تمرة خير من جرادة. ولكنها تستعمل أيضا، الجراد يستعمل بمعنى كثرة العدد، هي هزيلة في حد ذاتها ولكن كثرة، لأن الجرادة حينما يأتي لا يأتي أفرادا، يأتي سحابا ويأتي بأعداد كبيرة جدا. ولذلك الناس يتحدثون الآن في الجراد حينما يأتون، عن كيلومترات من قطع الجراد، حينما يأتي الجراد يكون سرب الجراد مقيسا بعدد من الكيلومترات، قد يأتي السرب من الجراد وفيه كذا من كيلومترين كله جراد واحد يأتي في وقت واحد ويغطي السماء، فهو كثير. وعالم الجراد لاحظوا ارتبط بهذه الكثرة المزعجة والمخيفة وبهذه المعاني ارتبط، في حين أنكم حينما تقرؤون ما يكتبه الناس عن النمل مثلا أو عن النحل لا يكتبون بهذا المعنى. النمل كثير أيضا، ولكن النمل دائما رمز للنظام. النمل دائما، النمل حينما يذكر يذكروا أحساس أنه حيوان أو حشرات عاقلة، عاقل. فأنتم ترون دأب النمل، كيف أن مثلا أحد القواد الرومان كان قد أخفق في بعض المعارك، انهزم في بعض المعارك وفكر في الرجوع والتراجع، يقال إنه يوليوس قيصر، فصار ينظر في الأرض هكذا مشدوها، فاسترعى نظره نملة تأخذ حبة زرع تذهب بها بعيدا بعيدا إلى أن تصل، توشك أن تصل إلى فتحة الغار، لكن الحبة تسقط منها إلى الأسفل فتعود من جديد. ما تقولش وادخل الله يسامح بالك عليها تلغى الدون شيء، لا، تعود لها من جديد. وتظل، لو ظلت النملة مع تلك الحبة يوما كاملا لما يئست، وآخر شيء تنجح فتدخل الحبة في جحرها. فهذا شيء، هذا النمل بهذه الأعداد تلاحظون خيوطه كيف يمضي منسجما، يذهب ويعود، الذين يخرجون يذهبون في طريق والذين يعودون في طريق، كيف أن هذا النمل يدخل هذا الزرع الكثير، الكثير أكثر، هو يأكل قليلا ولكنه يدخر أعداد كبيرة من الزرع، ولكن المطر ينزل على هذا الزرع ولا ينبت الزرع. ماشي كاين مثل كذا يدخلوا يتنبت له الزرع ويدولين الزرع يمشي له، لان الماء يمكنه ان يعفن الزرع وينبت صافي، معناه انه غادي يولي الزرع الفوق ماشي تحت. الزرع اللي يدخلوا النمل ما ينبتش مره اخرى ابدا، ديالو ما ينشمتش فيه، ماشي هو ينزل اخرين ويجيو الناس ياكلوه من الفوق. لذلك هو يزيل خاصيه الانبات، ذاك المحل ديال الانبات يقطعوا، معناه يدير له واحد العمليه ديال التصبير، الله سبحانه وتعالى ألهمه ذلك. فهذا حبوب مصبره بمعنى انه لا يخاف عليها وتبقى. في بعض المرات الناس يحفروا ويجبروا، بعض المرات شفتوا هذا
واجبر غيران ديالك فيها النمل وما فيها زرعوا من بتشي لأن الزرع احتاط له النمل. فدائما النمل في هذا السياق يؤخذ، والنحل كذلك مملكة. لاحظوا لما يتكلم الله تعالى عن النمل يتكلم عن النمل العاقلة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. شوف اجتماعية ما فيهاش الأنانية، ماشي هربت شافت سليمان وهربت ودخلت قلت براسهم يقعدوا ولا يدخلوا، لا ماشي بحال ديال اليوم، ماشي بحال الناس. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم والعاقبة لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولكن ما هم لا يفعلون هذا بغيا وعدوانا وهم لا يشعرون، لأنهم شافوكوش لأنكم صغار ماشي اعتداءا، ولكنكم تما صغار غادي يفوتوا عليكم ذوك الأحذية ديال الصباطة ديال ذوك الخيل وتفوتوا. فلاحظوا كم ذكرت، ها لا هي 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 أمرت ودخلوا مساكنكم وحذرت لا يحطمنكم، لما دخلتوش غير كاين. فإذا يقول له علاش غادي ندخلوا؟ لا يحطمنكم سليمان، علاش دخلتوا فينا؟ علاش دخل فينا ندخلوا ولا ما ندخلوش؟ خلينا بغينا نتشمشوا برا، ها تقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأعذرت وأعذرت أن سليمان وجنوده إذا دعوا له ليس ظلما، بالظلم غادي يكون منكم انتم اللي ما بغيتوش تدخلوا، بغيتوا تتفرجوا فيهم، بغيتوا تقعدوا تتفرجوا غادي يسحقوكم. فلاحظوا هذه الله تعالى ساق عليه الحكمه، لذلك لما الناس يتحدثون عن البلاغه القرانيه الجزء القليل في القران فيه المعاني الكثيره، ولذلك طرحنا هذه النمله لما ذكرها الله سبحانه وتعالى ذكر. وهكذا طبعا النمل يعيش بهذا، لان القران ماشي لا يتصور شيء خيالي، طبعا هذه الروح الاجتماعيه وهذا الروح التضامنيه هي الموجوده في عالم مثل عالم النمل. الجراد كان الله تعالى يستعمله لإبادة أناس ولعقوبة أناس آخر، ولذلك الناس يخافون من الجراد ما لا يخافون من النحل. الناس لا يمشي وما يدبروا عليه شيء، يديروا الجبح ديالو ويربيوه ولا هرب لهم يبقى خاطرهم عليه اللي مشى، ولكن اللي هرب عليه الجراد غادي يبقى يبكي عليه قول الحمد لله اللي مشى الجراد. الجراد هو محمول على هذا، كما أحد الأشخاص يتكلم على بحالنا بحال هذا البشر اللي كاين الان، بحال اللي تشوفوا الان قراوا شوفوا تشوفوا حركات متعاكسه، وشي يهضر هنا وشي يطلع هنا وشي يهبط وشي وكل واحد يكتب غير اللي عندكم شي قلم بمعنى ما كاينش مشروع، ما كاينش مشروع ديال الامه في واحد المرحله خصها يكون خطابها متقارب، ما غاديش يكون واحد ولكن متقارب. واحد يضرب في الدين والدين هو سبب النهضه ديالك وكذا، ويتكلم المسلمون نشوف واحد المره واحد خينا تكلم المسلمون لا اول هذا الاقصائيون الاسلاميون المسلمون كذا كذا شانهم انهم ينشرون الكراهيه ضد الاخر ضد اليهود وضد النصارى، وتدرك اليهود محامي عليهم شحال من خلصوك اليهود باش يتكلم هذا الكلام، والنصارى وكذا وكذا وراهم يديروا لهم حنا راح نكرهوا النصارى وحنا نقولوا النصارى ماشي مزيانين، وراكم هما غاش يقول لكم القران راس صلا فيكم انتم وصافي، وما قدش يقول القران، القران هو راه بغى يقول القران، القران يعلمنا بان اليهود ماشي مزيانين وكذا. ولا اليهود طبعا ماشي، لا لا اليهود ظريفين الناس، شكون اللي قال لكم ماشي مزيانين؟ حنا اللي حنا غلطين، ما انتم التاريخ كله راه كان غلط. هذا نوع من هذا، خليوا هذا الكلام خليهم يقولوه انتم، انتم ماشي مؤهلين باش تقولوا هذا الكلام، وخليوا التاريخ يتكلم. احنا كاع صور الحروب الصليبيه اللي فاتت فينا، كاع اللي شفناه في البوسنه والهرسك، كاع الاقصاء ديالنا واخره طردنا من استبعادنا من السوق الاوروبيه المشتركه والحروب المبادعه علينا ومنع التسلح بالنسبه الينا واجتماع الجيوش كلها علينا وتحطيمنا. دوك بحال المسلمين هما راهم يديروا هذه المسائل، هما راهم ياخذوا الجنود ديالهم وهم راهم يهجموا على فرنسا ويهجموا على المانيا وعلى ايطاليا وعلى كذا. احنا غير احنا ما قلنا ما سلكنا حتى النهار ديالنا، راه ما سلكناش. لما تمشي تشوف الان جيوش كثيره الان نازله في العراق وجيوش كذا وجيوش كذا، واش يقول وانتم راكم ما تسواوش، انتم راكم تقولوا هذا الاوروبي لا ظريفين اوروبي الله يجزيك بخير ملاح. والى الى متى تبقى تتكلم هذا الكلام الخاوي؟ احنا لا نحقد على احد بالطبع، ونعرف المجتمع فيه تنوع، ولكن فيما مع ذلك نقول للناس بلي كاين شي اشياء ليست سليمه ونريد لها ان تكون سليمه. ما نقولش اللي يدرك لك لا تولي مسلم، ولكن نقولوا احنا عندنا حقنا في الحياه. كيف اننا المشكله اليهوديه؟ شنو عندنا احنا المشكله اليهود؟ من 48 بدات المشكله. قبل 48 كان شي واحد كان يتكلم على شي يهودي؟ هذو الناس جاوا الارض داو لنا الارض ديالنا وصافي. 48 احنا ما تعرفنا الا من 48 لهنايا.
أعطيني شي حاجة وقعت لي شي يهودي وضرب أو شي كذا، كل الناس يعيشون في إذن أزمة، أزمة استعمار واحتلال وسرقة، يجب أن تحل هذه الأزمة وتنتهي القضية. ما عندنا شي عقدة ضد اليهود، اللي بغى يبقى يهود راه يهودي، واللي بغى يكون نصراني نصراني، وحنا نتبايعوا معاه ونتشاروا معاه وتناسبنا معاهم وكل الأشياء درناها، كل الأشياء ما كانت عندنا عقدة أبدا. إذا شي واحد هدا الله وصار مسلم فبيا ونعمت، بغى يبقى على ديني راه على ديني، ولكن ماشي حنا نقتلوا لي أو نقاتلوا أو نخاصم. شوفوا الأشياء التي تقع الآن كلها ليست دينية، الأشياء التي تقع هي أشياء وقائع سياسية. هذا الغرب يسيء إلى المسلمين، يسيء إلى المسلمين، يتأثر بالذين ينفخون في هذه في هذا في هذا في هذا في, 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 في ما حنا نتكلمناش حنا على البابا، البابا تكلم فينا سبنا، ما تكلمناش مع برلسكوني في الثقافة المسيحية ولا سبنا الثقافة ديال الإسلام. وإذن شكون واش راكم تشوفوا انتم، كيش راكم تشوفوا هذه الوقائع وكذا. كتبنا واحد الشيء، انا نشوف هذا المره شي مقال من المقالات اي لطيف، تقول هاد الناس كيتكلموا من خارج من خارج التاريخ. هذا لا نستعدي على احد، ما نقولوش للناس ايها الناس كونوا اعداء للنصارى ولليهود ولا ولا ولا، اليهود ها هما تاريخهم. علاش انتم علاش خرجتوا من اوروبا انتم؟ علاش الاوروبيين علاش خرجتوا من خرجتوا من الاندلس ودرتوا لهم فيهم الهولوكوست ودرتوا واش حنا درنا اليهود درنا لهم حنا الهولوكوست؟ درتوا انتم درتوا الهولوكوست، علاش راكم تصدروهم من الناس مزيانين عليهم؟ لا خليهم عندكم وصافي في ضمن المشاكل، ونخلوا كاع هذا مشكل فلسطين هي رقعه ديال الارض صغيره جدا عليها وقع كل هذه المسائل هذه. فلولا ان الناس هجموا على ارضنا ما كنا لنا، لا لسنا عدوانيين ولا يمكن ان نكون عدوانيين ولا ضد احد، ولكن نكون مع ذلك نقول بان نعرفوا نقراوا التاريخ، نعرفوا نقراوا الواقع، أكثر نعرفوا نقراوا الواقع، ما نكونش هكا مغفلين إلى هذه الدرجة التي يجعلنا بعض الناس نشعر بهذا. إذا قلت هذه الأمة بهذا الشكل لما تكون على أحد تضارب الأقوال وكذا وكذا وكذا، أحد الأشخاص يقول هذا الناس بحال الجراد، الجراد لما يوضع في واحد الشكارة قبل الجزر كانوا يجمعوا الجراد ويديروا في الشكارة ويبلعوا له، هذا الجراد ماشي يبقى يتحرك، لأنه يكون حي يتحرك حركة دائما، الجراد تشوف ديك الشكارة غير تهز تتحرك ولكنها باقية في الأرض ما تطيرش. هذاك الجراد قادر باش يطيرها لأن عنده الجناحين ديالو قادرة، علاش ما يطيرش؟ لأن الحركات متعاكسة، جرادة غادية هاك وحدة غادية هاك، اللي ذلك اللي غادي تقلع غادي تردها للأرض فتبقى الشكرة في بلاصتها. فلو أن هذا الجراد بالك القوة التي هو بالعدد كبير لو أنه توجه توجها موحدا وتحرك بأجل لكان يمكنه أن يحمل هذه الكيس الذي، ولكنه لا يفعل ذلك لأن حركته حركة متعاكسة. وش اللي أنا نحن الآن حركتنا متعاكسة، كل ما نريد أن نقوم نريد أن نرتفع نريد تأتينا حركات متعاكسة ولا نعرف ماذا يجب أن نفعل في المستقبل. هل سنصطلح مع أنفسنا مع تاريخنا؟ هل سنسب أمتنا؟ هل سنسب تاريخنا؟ هل سنشتغل؟ هل سننام؟ يجب أن نتدين؟ يجب أن نترك الدين؟ هذه الأسئلة التي تطرح. يجب أن يكون نهوضنا مشروعا متفق عليه، يجب أن نقوم بالدين بالأخلاق. من لم يستطع أن يقوم بالدين أو بالأخلاق على الأقل لا يعاكس توجه الناس إلى الدين. الذين يتوجهون إلى الدين ويريدون أن ينهضوا هذه الأمة بالدين نقول لهم أعلموا الناس بالدين الذي يرفعهم، لا بالخرافات ولا بالخزعبلات ولا بالشقاق ولا بالشجار ولا بالخلاف. علموهم أن الدين هو يقظة، علموهم أن هذا الدين هو نهضة لهذه الأمة، علموهم أن هذا الدين يدفع بهم إلى العلم إلى المحبة إلى السلم إلى الأخوة، إلى أننا نريد أن يكون لنا موضع قدم على هذه الأرض. وبالتالي حتى الدين يجب أن نتناقش فيه، معناه الدين حقيقة قائمة هي الكتاب والسنة، يجب أن نزيل من أن كل أفهام التي تجعل المسلمين متناثرين. الآن هم يقاتلون بمشروع صفر من الخسائر، الآن يقولون أن نحاول أن نقاتل المسلمين بأنفسهم بخلافاتهم. تلاحظون الآن هذا المنظر الذي تشاهدونه صباح مساء في القضية الطائفية الآن في العراق والعياذ بالله، ولذلك تنتبهون إلى الطائفية في أي مكان يمكن أن تحل،
اختلاف المذهب ماذا يمكن أن يأتي؟ هذه اختلاف الطائفية، ما الذي يسعره؟ ما الذي يحركه؟ لا شك أن أعداء الأمة هم الذين يحركون بهذا المعنى، لأن هؤلاء الناس كانوا يعيشون منذ مدة متصاهرين، ما كان هذا وش التشيع اليوم عدم دا ولا السنة، كان الناس يقبلوا بعضهم بعضا في حدود معينة مشتركة، وكان كل واحد خصوصيته على كل حال، ولكن كل واحد يحترم الآخر حقه في الحياة وحقه في، هكذا كان الأصل. لكن الذين أرادوا تسعير هذا أخذوا أقطاب هذا الأمر ونفخوا فيهم وأعانوا، اقتلوا هؤلاء لأنهم، وحتى إذا لم يفجر مرقد من المراقد أو صومعة من الصوامع فيأتي من يفجره، لا ندري من فعل ذلك، حينما تفجر لا يدري الناس من فعل ذلك، حينما يجد طائفة أن معبدا أو صومعة فجرت تنظر مباشرة إلى الخصم وتنتقم منه بلا دليل من غير أن تتأكد، وتأتي الطائفة الأخرى لتنتقم أيضا، فسهل باش تبدأ، سهل باش تبدأ النار باش تفيها لي صعبة باش تبدأ هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا للناس؟ هؤلاء يريدون أن يقولوا للناس نحن نضعف المسلمين باختلافاتهم وبتعصبهم وتشنجهم، ونريد أن نعطي العالم رسالة بأن الإسلام لا يصلح، من يقبل على دين هذا شأنه؟ كل يوم رؤوس تحز وبشر يقتل ويلقى في الشوارع، كل يوم نجد في هذا العراق، إذا كان هذا هو الدين الذي يفعل بأهله، هؤلاء كلهم داخل الدين يختلفون، إذن فالنتيجة الطبيعية التي يمكن أن يصل إليها بعض أعداء الإمة أن هذا الدين يجب تركه لأنه هو سبب الشقاق. الواقع أن الإسلام ليس كذلك، الإسلام الموحد، الإسلام الذي يعطينا القوة، الإسلام الذي نشرنا في العالم. طبعا كانت هناك خلافات قديمة وتاريخية، ولكن المسلمين كانوا يتعالون على تلك الخلافات، فالذي يريد الآن التركيز عليها ويلح عليها فإنه يريد أن يعطي للآخرين، للذين يفكرون في أن يكونوا مسلمين، لأن الناس يتحدثون عن القارات التي ستسلم في المستقبل. إذا كنا نقول أن أوروبا ستصير قارة مسلمة وأن أمريكا يدخلها الإسلام وينتشر فيها بقوة، ليس هناك شيء يعوق هذا الانتشار وهذا أكثر من هذه المناظر التي يراها الناس كل يوم، كل يوم يشوفوا الناس منظر الدماء ومناظر بشعة جدا. يقول شنو زدتم شي واحد يمشي للإسلام؟ يقول تاك هبلت تمشي للإسلام، هذا هو الإسلام اللي غتمشي، إما تقتلوا ولا يقتلوك، شنو الإسلام هذا؟ قعد مسيحي ولا قعد بلا دين كاع ولا شيء. هذا رد، هذه المسألات التي يفهمها الآخر بيسر وبسهولة، بيسر يقول لك شنو غادي نولي مسلم؟ منين غادي نولي مسلم؟ نكون معادو ولا معادو؟ إذا كنت معادو غادي يقتلوا الآخرين، كنت معادو غادي يقتلوا هذا، إذا هذا بلا قصة عندنا هذا الإسلام كاع ما يجي منه. فذلك يحد من حركتي انتشار. إذن كما قلت إن الجرادة بهذه المعنى أي معنى الاختلاف والارتباك هذا هو المعنى لي. فالله تعالى ذكر عن هؤلاء الناس يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، هاي منتشر تفيد الكثرة. إذن جراد منتشر، وبعضه حينما يخرج الجراد كيف يخرج؟ هو يخرج أصلا من بيض يكون مدفونا في الأرض، أي البيض الذي يضعه تضع الجرادة مجموعة من البيض، هذا البيض يفقس، لما يفقس يخرج دفعة واحدة، فكل جرادة تخرج من بيضتها تجد إلى جوارها جرادة أخرى، فبعضها يغطي بعضا بالأجنحة وتأخذ الحركة في ذلك المشهد الذي يفقس فيه بيض الجراد. لاحظوا هذا المنظر من جهتي يذكر بالآخرة، لأن البيض حين يكون في الأرض، والجراد حينما يخرج من الأرض، وهذا الإنسان الذي ينتشر ويبعث يوم القيامة من أين يبعث؟ من الأرض. فمنظر الجراد الخارجي من الأرض يشبه منظر الإنسان الخارجي من الأرض بعد النشر، هذا منظر حسي يثبت ويؤكد ما قاله الله سبحانه وتعالى عن خروج الناس من الأجداث، ولكنهم يخرجون كأنهم جراد كثير منتشر، والإنسان يوم القيامة بالتأكيد سيكون كثيرا، لأن أجيالا كثيرة مرت على هذه الأرض، والمقبرة التي يدفن فيها الناس ليست هي المقبرة أو ليس الجسم الذي دخل فيه الآن هو الأول والآخر، فربما سبق أناس آخرون هم مدفونون، وربما يأتي بعد ذلك أناس آخرون. فنحن حينما نقول حينما يأذن الله بقيام الساعة وتلقي هذه الأرض ما فيها، إن الأرض تقذف بأجيال متتابعة من البشر، أين هم الناس من آدم إلى الآن؟ أين أمواج البشر التي مرت؟ بعض الناس لا نعتبر لهم على أثر،
نحن حينما نتحدث عن تاريخ مثلا أمة نتكلم احنا عن الفينيقيين، فين راهم الفينيقيين؟ كتشوفوا شي فينيقيين؟ ونتكلموا على الرومان، نتكلموا على الولدان، نتكلموا على الأدارسة، ونتكلموا على المرابطين، نتكلموا على الموحدين، ونتكلموا على هذه دول، فين راها؟ فين راكم تشوفوا هذا الشيء؟ ما لا نرى الا العدد الذي هم. إذن هذه دول كانت دول بجيوشها بعتادها بقوتها، بقيت لنا مؤشرات معينة على مرورها، بقت لنا بعض الجدران بعض المقابر فقط، ولكن أين الناس؟ كلهم صاروا إلى الأرض. ها؟ ولذلك ربما يكون هذا القبر قد فتح مرات، وربما دخله الأضداد، أي قبر يدخله الصالحون ثم بعد مدة يدخل فيه الطالح، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. إذن كما يقول أبو العلاء، فرب لحد قد صار لحدا مرارا، كم مرة هو يسير لحدا يغلق ويفنى من فيه ثم يعاد ويفتح من جديد، ويتعتقد الناس أن هذا الدفين الأول، فمرة وهو يضحك، والقبر يضحك من تزاحم الأضداد، أي الصالحون والطالحون، ها؟ والأغنياء والفقراء، فكل مرة يأتيه فيضحك القبر من هذا. العمار الخيام ما يتحدث في قصائده يتحدث عن الإناء الذي نشرب فيه الماء، إناء نشرب في الطين، إناء الطين الذي نشرب فيه الماء، يقول لما إذا شربت من هذا الإناء فحاول أن تحافظ عليه، ربما في هذا الإناء إنسان سبقك، أي في تراب هذا الإناء توجد بقايا جدك، أنت تشرب في بقايا جدك، في عظام باقي بجدك أخذ الطين وعجن فصارت صار إناء أنت تشرب فيه، ربما سيأتي إناس آخرون سيشربون في عظامك أيضا بعد طول هذه المدة. هذه طبعا سنة الله تعالى في الكون، البشر كثير، ولذلك حينما يقوم الناس يقومون كأنهم جراد، كأنهم جراد منتشر. لاحظوا هذه الصور البيانية القرآنية التي تعطي المعاني الكثيرة. إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله نهي هذا الدرس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. كاين احتمال منش